بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر قناة أخبار الفجر المغربية على إتاحة الفرصة لمناقشة الشأن السياسي في المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي. طبعا كما تعرفون على أنه السياسة ليست لها منطق ثابت وليست بالعلم الثابت، ولذلك فأي تحليل يبقى خاضع لمنطق النسبية أكثر من هو إلى الإطلاقية، بحيث أن يعني ما قد نتناوله في هذا الحوار يعبر عن وجهة نظر صاحبه ليس إلا، ولا يمكن أن يعبر عن الحقيقة المطلقة التي لا يمتلكها أحد في مجال العلوم السياسية بشكل عام. في نظري كتقييم لنتائج الانتخابات سواء على المستوى الوطني أو المحلي، فمن له ذاكرة سياسية أعتقد بأنه لن يتفاجأ إذا كان العمر الافتراضي لحزب معين قاد تجربة حكومية لولايتين قد لا يتفاجأ يعني في النتائج المحصل عليها، بدليل هناك يعني أحزاب التي لها كانت تجربة وقادت الحكومات في السابق يعني كان لها نفس مآل الحزب الذي كان يقود التجربة الحكومية فيه. والدليل على ذلك هو أنه يعني بعد تجربة الحكومة أو التناول التوافقي يعني حصل ما حصل للأحزاب التي كانت آنذاك في الريادة، خصوصا الذكر هنا حزب الاتحاد الاشتراكي القوة الشعبية ومعه باقي أحزاب الكتلة، ولكن ما دام أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو الذي كان يقود التجربة فالنتائج التي حصل عليها بعد تجربة حكومة التناول التوافقي وبعد التجربة الثانية التي شاركها في حكومة عباس الفاسي التي كان يقودها حزب الاستقلال، وكذلك في الحكومة التي كان قد شارك فيها في حكومة درج الطو. إذن لن يتفاجأ المرء المتتبع للشأن السياسي لما حصل للحزب الحالي اللي هو حزب العدالة والتنمية من النتائج. قد تكون مفاجئة بحكم يعني ما حصل عليه من مقاعد في البرلمان 13، ولكن هناك أسباب اللي هي داخلية وأسباب خارجية قد نفصل فيها إن طال الحوار في هذا المجال. وبالنسبة للشأن المحلي فيعني النتائج على المستوى الوطني عكست ما هو على المستوى المحلي، بحيث أن حزب تجمع الوطني الأحرار يعني حقق نتائج جد مهمة على المستوى الوطني، وبالطبع كان كذلك على المستوى المحلي كانت نتائج طيبة، وهذا بطبيعة الحال جاء ثمرة حملة انتخابية بدأها منذ وقت مبكر جدا، وبطبيعة الحال كانت برامجه طموحة وأقنعت الناخبين التي بالمناسبة ازداد عددهم في هذه التجربة الانتخابية. لا تفوتني الفرصة أن أهنئ على المستوى المحلي صديقي الأستاذ أنس بوعناني على احتلاله تبوئه المركز الأول، وكذلك وإن كان مسبقا على انتخابه رئيسا للجماعة لكون حسب ما وصل إلى علمي على أنه هو من ترشح يعني المرشح الوحيد وبالتالي سينال منصب الرئاسة. أتمنى له التوفيق في ذلك، وأنا أعرفه تمام المعرفة على أنه لأنني كنت قد واكبته لما كان رئيسا لنادي القنيطري، وأنا كنت كاتبا عاما وناطق رسمي لنادي القنيطري، وهو إنسان يعني منفتح يتحاور وسلس ويتقبل فكر الآخر، ولذلك ستكون تجربته لا محالة ناجحة. للحصول
على منصب الرئيس يجب أن تكون هناك تكتلات، لأنه لا يخفى عليكم على أنه ليس بالإمكان الآن على أي حزب أن يحصل على الأغلبية المطلقة بعد التعديلات التشريعية التي عرفها المغرب مؤخرا، وكان آخرها القاسم الانتخابي، القاسم الانتخابي الذي خصص للأحزاب الصغرى حتى تتمكن من الحصول على مقاعد سواء في البرلمان وسواء كذلك وخاصة في البرلمان. وبالنسبة للرئاسة بطبيعة الحال على مستوى المجالس البلدية كانت أو قروية تكون هناك تكتلات وتكون يعني مجموعة من التنسيقات. بطبيعة الحال في الحدود ما تسمح به التشريعات فهذا يعني مسألة مباحة، ولكن لا يتجاوز الأمر إلى حد غير المسموح به، يعني استعمال وسائل التي من شأنها أن تقع في خانة القانون الجنائي أو القانون الذي يجرم تلك الأفعال. ولذلك فالتحالفات هو أمر محمود، وطبيعة الحال عهدنا ذلك في منذ سنوات على أنه يعني لما تنتهي الانتخابات يبدأ التنسيق ويبدأ المفاوضات، تبدأ المفاوضات، ولكن مع الأسف يعني قد تصل إلى بعض الأشياء التي يعني هي غير مقبولة في المنطق الاجتماعي فبالأحرى السياسي. وأملي على ألا تكون يعني بعض الأمور التي قد تصل إلى مستوى الجريم وقد يؤدي أصحابها الثمن وقد يحالون على المحاكم. ولذلك يجب الانتباه على أنه خاصة في وقتنا المعاصر التي أصبحت وسائل متاحة، وسائل التسجيل ووسائل الرصد التي قد تكون وسيلة إثبات أمام النيابات العامة المختصة إن تم رصد بعض الممارسات التي تدخل كما قلت في خانة القانون الجنائي. ولذلك فالتكتل من الناحية السياسية محمود، ولكن على أن يكون بواسطة وسائل مشروعة لا بوسائل غير مشروعة. فعلا ما لاحظناه هذه السنة هو أنه عودة أصحاب البدلة السوداء بقوة إلى المجال السياسي، وهذا لم يأتي بطبيعة الحال من فراغ، جاءت من التعبئة التي عرفتها الساحة السياسية على المستوى الوطني، وكذلك فتح الأبواب الأحزاب في وجه أصحاب البدلة السوداء لأنهم لهم ارتباط وثيق بالسياسة، ويعني ليس غريب أن يكون محاميا أن يمارس السياسة، بدليل هو أنه في انتخابات على مستوى دولي تعرف مشاركة كبيرة لأصحاب البيضة السوداء، بل أن في الولايات المتحدة الأمريكية يطلق على البيت الأبيض ببيت المحامون، لأنه إذا درنا واحد الجرد وإحصاء قد نجد ربما 15 أو 16 رئيس ديال الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان محاميا. ولذلك فرجوع زملائي وزميلاتي الأعزاء في هذه الانتخابات لم يكن مفاجئا، بل جاء ثمرة يعني تعبئة على مستوى الأحزاب، وكذلك يعني انفتاح جيل جديد من الزملاء على السياسة، لأنهم لاحظوا بأنه الشأن تدبير الشأن سواء كان وطنيا أو محليا يعني يبقى من صميم اهتماماتهم، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهم يعني مؤهلون لذلك لأنهم على وعي بالقوانين سواء التي تنظم الانتخابات أو التي تؤطر العمل على مستوى الجماعات الترابية كانت قروية أو حضرية. ولا تفوتني الفرصة لتهنئة كل الزميلات والزملاء الذين توفقوا في هذه الانتخابات سواء في قنيطرة أو في باقي المدن، ونحن كنا متتبعين لحملاتهم الانتخابية في التواصل الاجتماعي، وكانت حملات يعني في المستوى
نظيفة تقدم برامجها للمواطنين، كما تتبعنا كذلك نزولهم ولقائهم بالمواطنين عند يعني تقديم برامجهم الانتخابية، وأتمنى لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجماعية أو على مستوى البرلمان أو على مستوى الحكومة، لأنه ربما قد يصير زميل أو زميلة على مستوى يعني في تشكيل الحكومة المرتقبة. طبعا أنا علاقتي بالسياسة علاقة منذ الصغر، لأنه كان لدي انتماء سياسي، ولا حتى الآن لازلت لدي انتماء سياسي، ولكن لماذا لم أخذ تجربة؟ ببساطة لأنه أخذت تجربة في الانتخابات المهنية، ولا يخفى عليكم على أنني كنت مرشحا لمنصب النقيب، وتمكنت من المرور إلى الدور الثاني مع زميلي الآن الذي هو في منصب النقيب، ويعني حصلت على نتائج طيبة، وكان الفرق بسيط جدا، ولذلك كانت الحملة يعني أخذت من وقتي الشيء الكثير، ويعني لا يمكنني أن أنخرط في السياسة وفي برنامج سياسي وكذلك في حملة انتخابية، لأن قد يكون ذلك على حساب المكتب وحسب على حساب قضايا الزبناء، ولذلك اخترت على أن أكون متتبعا من بعيد للشأن السياسي وأقيم ما يمكن تقييمه كباقي الفاعلين القانونيين والحقوقيين في المغرب. أكيد كما قلت بأن يعني المحامي والسياسة هما ارتباط عضوي بينهم على مر التاريخ، ولذلك فالاحتمال يبقى وارد على أن أخوض إن شاء الله في التجربة المقبلة إن شاء الله أن أخوض يعني هذه التجربة، وقد يعني سواء على مستوى البرلمان أو على المستوى المحلي هي مسألة تبقى واردة ومفتوحة، ما دام كما قلت بأن الشأن أو تدبير الشأن العام هو من اهتمام من صميم اهتمام أي مواطن مغربي، فبالأحرى المحامي الذي له ارتباط بقضايا الشعب. مسألة أخرى هي لما يعني نتطرق لها بخصوص ظفر الحزب تجمع الوطن الأحرار وتبوئه للمرتبة الأولى وقيادته للحكومة، هو يعني محظوظ لكونه سيدخل على مشروع برنامج تنموي، يعني نموذج تنموي الذي كان تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وشارك فيه العديد من الخبراء، ولذلك ففي نظري فحزب تجمع الوطني الأحرار كان محظوظا لأنه سيقوم بتنزيل هذا المشروع ديال النموذج التنموي على أرض الواقع، ولذلك فبالإضافة وفضلا على ما جاء في برنامجه، يعني مشروع نموذج تنموي يجب أن يسهر عليه وأن يترجمه على أرض الواقع حتى يتمكن المغرب أو يستمر المغرب في الطفرة الاقتصادية التي عرفها في السنوات الأخيرة. أتمنى التوفيق والسداد لكل من توفق في هذه الانتخابات، كما أتمنى حظ موفق لكل لم يتبوأ مكانة يعني متقدمة، وأدعوه إلى العمل من جديد وعلى لا يحبط وأن يبدأ، لأنه تستمر الحياة، يعني إذا لم توفق ليست نهاية العالم، ولكن يجب أن نشتغل من جديد. الدليل على ذلك هو أنه الأحزاب الوطنية العريقة الآن بدأت في عودة قوية، وأذكر هنا بخصوص الذكر هناك حزب استقلال وحزب اتحاد الشركة القوات الشعبية
الذي عاد بقوة إلى الساحة السياسية، وهذا ثمرة عمل على المستوى القاعدي وعلى المستوى الجماهيري. ولذلك أدعو الأحزاب التي لم تتوفق أن تعيد العمل من جديد، وأن تستمر في العمل، وأن تستمر في الارتباط بقواعدها الشبابية خاصة وبقواعدها كذلك الكبيرة، لأنها راكمت من تجربة ما يمكن لها العودة من جديد وربما بقوة إلى الساحة السياسية. أتمنى التوفيق والسداد للجميع في خدمة هذا الوطن وهذا البلد الحبيب الذي يعني بشهادة على مستوى دولي وإقليمي كذلك، على أنه أصبح يتبوأ مكانة كبيرة ومهمة على المستوى الدولي في شتى المجالات.